مزيدا من التفاصيل. يسعدنا أن يتواجد معنا سيادة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ليطلعنا عن مزيد من التفاصيل حول الاستعدادات لهذه الاحتفالية الجميلة الرائعة التي تشاهدون حضراتكم من خلفنا. سيادة المحافظ برحب بحضرتك على القناة الأولى المصرية، يا ريت حضرتك لو تطلعنا المزيد عن هذه الاحتفالية وكيف استعدت محافظة أسوان لهذه الاحتفالية الرائعة والتي شاهدها اليوم حوالي 3000 من المصريين والأشقاء العرب وعدد كبير من الأجانب. أولاً بداية صباح الخير على مصر كلها، ونحن النهاردة في يوم من أيام الجميلة والأعياد الجميلة، يوم سياحة جديد لأسوان ولمصر كلها. احنا الحقيقة بنجهز لهذا اليوم يمكن أكتر من حوالي شهرين، نسقنا مع كل الجهات المعنية سواء وزارة الثقافة سواء وزارة الداخلية سواء وزارة الآثار، كمحافظة قمنا بجميع أنواع التنسيقات المختلفة وجهزنا الحقيقة أبو سمبل عشان تبقى جاهزة لاستقبال هذا الكم من السياح في وقت قصير جدا وفي توقيت قصير لا يزيد عن يوم واحد. الفنادق كلها كاملة العدد، بطمن الناس كلها، المواقف اللوجستية كلها تماما مسيطر عليها، سواء من ناحية الوقود بالنسبة للبواخر السياحية، سواء من ناحية المأكولات والمشروبات، كل حاجة الحمد لله جاهزة. الإسعاف، التأمين، بنشكر الحقيقة وزارة الداخلية سواء يعني شرطة السياحة وشرطة الآثار، السيد مدير الأمن، كل الناس الحقيقة تعاونوا في إخراج هذا اليوم بالشكل المميز اللي حضراتكم شايفينه. سيادة المحافظ، الدولة المصرية بتبذل الجهد الكبير في سبيل المحافظة وإنعاش السياحة، ونحن نقول صناعة السياحة وهي من الصناعات المهمة التي تدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام. حضرتك لو تعرفنا عن المقومات وعن المناطق الأثرية والمناطق السياحية الموجودة والمناطق التي تمثل عملية جذب. يعني أنا عايز أقول لحضرتك اللي بيعتقد أن أسوان هي سياحة آثار فقط الحقيقة بيظلم محافظة أسوان. أسوان مش بس آثار، لكن الحقيقة فيها مجموعة كبيرة جدا من المقومات السياحية. يمكن على سبيل المثال مثلا الآثار، بنتكلم على السياحة العلاجية، الرمال الخاصة بغرب سوير وخلافه، عندنا السياحة النوبية الريفية، عندنا مجموعة مختلفة من مراقبة الطيور أثناء الهجرة، حقيقة مجموعة كبيرة من المقومات السياحية، السياحة النيلية. فالحقيقة أسوان اللي بيضع أسوان في موضع سياحة الآثار فقط بيظلم أسوان، واحنا بندعو جميع الناس الحقيقة للاستثمار في هذه المقومات السياحية، لأن احنا بنعتقد دايما أن أسوان كمحافظة الحقيقة جاهزة لأضعاف أضعاف عدد السياح المتاحين حاليا أو اللي بيتواجدوا فيها حاليا. سيادة المحافظ، في عجالة نظرا لضيق الوقت، حضرتك لو تحدثنا، أنا سمعنا أن هناك احتفالية كبيرة ومختلفة إن شاء الله ستقام في فبراير القادم، هل جزء بسيط حضرتك؟ احنا الحقيقة بنجهز بقى إن شاء الله زي ما حضراتكم جميعا عارفين الحدث بتاع التعامد ده بيحصل مرتين في السنة، مرة في شهر 10 اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، ومرة تانية في شهر فبراير شهر 2. والحقيقة إن شاء الله بإذن الله احنا بنجهز ليه يعني حدث عالمي كبير جدا في شهر فبراير، هيشمل يعني أوبرا مخصصة لمدينة أبو سمبل، بنتعاون مع وزارة الثقافة في هذا الإطار، وإن شاء الله بإذن الله هتبقى مفاجآت كثيرة هنجهزها إن شاء الله بإذن الله للزوار، وأتوقع إن الأعداد هتبقى إن شاء الله بإذن الله أضعاف أضعاف الأعداد اللي موجودة النهاردة إن شاء الله. سيادة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا اليوم. أنا اللي بشكركم اليوم. إذن
أعزائي المشاهدين، كما تعرفون حضراتكم أن هذه الظاهرة تحدث مرتين في العام، في 22 من أكتوبر وأيضا في 22 من فبراير، ولكن هذه الظاهرة كانت تحدث قبل عام 1964 في 21 من أكتوبر و 21 من فبراير بسبب نقل المعبد من مكانه الأصلي الذي يقع على مين الآن إلى المكان الحالي والذي يبعد حوالي أو يرتفع 65 متر وأيضا في ارتفاع 200 متر عن سطح بحيرة ناصر. أعزائي المشاهدين، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، والآن عودة سريعة بالصوت والصورة إلى الزملاء في الاستوديو بسند ومحمد. شكرا ليك يا محمود على كل هذه التفاصيل، والشكر طبعا موصول لسيادة المحافظ. ودلوقتي هنسيبك وقت تستمتع بالأجواء اللي عندك، أعتقد إن ده وقت مهم جدا كمان في السنة في لمحافظة أسوان بالنسبة لدرجة الحرارة وحالة الطقس، وقت مناسب جدا لكل الناس إن هي تزور أسوان في التوقيت ده. بالظبط، يعني أسوان في الحقيقة من المحافظات الجميلة جدا جدا طول السنة، لكن هو ده وقتها، هي مشتى أكتر، ففي الحقيقة هي مقصد كمان حلو قوي وبيقصده السياح من كل أنحاء العالم.